أعلن المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاح لنسبة الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان وتفاصيلها وقيمتها وعدد المستفيدين منها. وأكد الرحاح لأن نسبة الزيادة تعتمد على حجم التضخم ومدى تأثر الرواتب به وفق قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على أنه في حال وجود زيادة بالتضخم يتم تعديل الزيادة على رواتب المتقاعدين بشكل عام وصرفها بشهر أيار من كل عام جديد. وتشمل زيادة التضخم رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والوفاة الإصابية، كما تشمل الزيادة رواتب التقاعد المبكر. وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاح لأن نسبة الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان بلغت 2.17%، يستفيد منها ما يزيد عن 163 ألف متقاعد. معدل نمو الأجور 2.74%، معدل التضخم في عام 2018 كان 4.46%، وهذا يعني انه ربط الرواتب التقاعديه راح يكون بمعدل زياده اللي هو 2.74%. طبعا من ضمن الاستحقاقات القانونيه المترتبه على معدل التضخم او متوسط معدل نمو الاجور اللي هو عندنا الحد الاعلى للراتب التقاعدي الراتب الخاضع اللي راح يزداد من 3186 ل 3328. وينضم معنا الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد موسى صباحي. أهلا بك سيد موسى. يعني بحسب قانون الضمان الاجتماعي ماذا يعني بأن نسبة الزيادة تعتمد على حجم التضخم؟ الشرح إذا سمحت. شكرا لك. الحقيقة طبعا قانون الضمان الاجتماعي نص على هذه الزيادة بشكل واضح وصريح، نص على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال أيضا بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسطات الأجور أيهما أقل. هكذا نص القانون، إما أن نأخذ نسبة التضخم أو نسبة النمو السنوي لمتوسطات أجور العاملين المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي على أن نأخذ النسبة الأقل، وبسقف أعلى هي 20 دينار لهذه الزيادة. فنحن ملتزمون بما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بهذه الزيادة السنوية المنتظمة المرتبطة بالتضخم كما قلنا أو بمعدل النمو السنوي لمتوسطات الأجور. لهذا العام يعني حقيقة احنا أخذنا المعدل النمو السنوي لمتوسطات الأجور للمؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان الاجتماعي اللي بلغت 2.74%، ولذلك ستزاد هذه الرواتب رواتب الإخوة المتقاعدين. وبالمناسبة يعني وفقا للمقدمة اللي حضرتك قدمتيها هي تشمل المبكر الذين أكملوا سن الستين أو أكملنا سن 55 بالنسبة للسيدات المتقاعدات أو ممن توفاهم الله قبل ذلك. فإذا المبكر الذي لم يكمل هذه السن لا تشمله هذه الزيادة، وأيضا اللي معه راتب عجز جزئي ناتج عن إصابة عمل، العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل يبقى في سوق العمل، لذلك أيضا لا تشمله زيادة التضخم فيما تشمل كافة المتقاعدين الآخرين، رواتب الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي ورواتب العجز الطبيعي بشقيه الكلي والجزئي بالإضافة إلى راتب الوفاة الطبيعية وراتب الوفاة الناتجة عن إصابات عمل. نعم سيد موسى، يعني ذكرتم خلال المؤتمر الصحفي بأن التقاعد المبكر يشكل ربما معضلة أو عبء على مؤسسة الضمان الاجتماعي، كيف ذلك؟ يعني الحقيقة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر ربما هو الذي يشكل مشكلة حقيقية، وأنا بعتقد أنه هذا بالتأكيد يشكل استنزاف للمركز المالي للضمان الاجتماعي. عندما تصل نسبة المتقاعدين المبكر إلى 48% من إجمالي عدد المتقاعدين الضمان الاجتماعي، بمعنى لدينا 111 ألف متقاعد مبكر من العدد الإجمالي للمتقاعدين البالغ 230 ألف متقاعد. أكيد هؤلاء عندما يتقاعدوا ويبدأ التقاعد المبكر بدءا من إكمال السن 45، عندما يتقاعد هؤلاء على سن 45 معنى ذلك أنهم يفقدوا مؤسسة الضمان اشتراكات كان يجب أن تستمر حتى سن 60. إذا تفقد المؤسسة اشتراكات ل15 سنة وترتب عليها أعباء مالية ناتجة عن صرف رواتب تقاعدية مبكرة أيضا ل15 عاما إضافية. هذا هو الاستنزاف الذي يأتي، وهو يكون عادة على حساب الآخرين، على حساب
المشترك أو المؤمن عليه بالضمان الذي يستمر حتى سن 60 أو المؤمن عليها التي تستمر حتى سن 55 وهي السن الطبيعية أو ما يسمى بسن الشيخوخة للتقاعد الطبيعي. هذا الشيء غير موجود بأي دولة بالعالم، هذا التنامي المذهل والكبير في أعداد متقاعدي المبكر، لذلك هو استنزاف أكيد حقيقي. وأيضا الشكاوى التي نسمعها من تدني رواتب تقاعدية بشكل يومي، دائما تأتي هذه الشكاوى من متقاعدي المبكر، لأنه بالنهاية هو يحصل على راتب تقاعدي مخفض. نعم. يبدأ هذا التخفيض من 20% إذا كان التقاعد على سن 45 ويتناقص تدريجيا، ولذلك أكيد بده ينخفض دخل هذا الإنسان الذي آثر اللجوء إلى التقاعد المبكر، وبالتالي سيشكو من ضعف وتدني راتبه التقاعدي المبكر. فالأثر السلبي ليس فقط على المركز المالي للضمان الاجتماعي، وإنما أيضا على المتقاعد نفسه وعلى أسرته وعلى الاقتصاد، لأنه عم يخرج ناس من سوق العمل وينسحبوا من سوق العمل وهم لديهم ربما يعني سنوات طويلة من الخبرة، والاقتصاد أكيد بحاجة إلى مثل هذه الخبرات خاصة في أوقات الأزمات المالية كالتي نعاني منها في المملكة. نعم، السيد موسى صباحي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.